مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع، اهلا بيكم في لايف جديد. كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة معاكم من شارع الاشراف بقيع مصر، على بعد خطوات من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها، وتحديدا بحي الخليفة. يقع شارع الأشراف أو بقيع مصر، هنا عاش آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. إن كان مدخل الشارع زي ما حضراتكم شايفين كده، ما زالت بعض البيوت على الطراز الفاطمي القديم، فنجد في بداية شارع الأشراف مقام ومقصورة العارفة بالله القراشية الهاشمية قارئة القرآن الكريم السيدة نبيلة فؤاد بنت نظيم. زي ما حضراتكم شايفين كده، تبدأ رحلتك شارع الأشراف أو بقيع مصر كما يطلقون عليه، بيضم مقامات ومشاهد كثيرة لآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ما جعله مقصدا للعاشقين، لعاشقين الرسول وآل بيته والعطش لوصاله. احنا لسه في اول شارع الاشراف، ولقب الاشراف بيطلق على أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن والحسين رضي الله عنهما، وشارع الأشراف لا يهدأ من الزوار والمريدين اللي بيتوافدوا من كل حد وصوب. وطبعا الأعداد بتتزايد في الموالد، وبتتعالى الأصوات الصادرة من الحضرات وحلقات الذكر. وعايز أقول لكم إن شارع الأشراف مش قبلة للمصريين والعرب فقط، إنما بيجي أجانب برضو بيبقوا موجودين عشان يتعرفوا على شارع آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. الشارع ده
الشارع بيشهد عمليات تطوير بتقوم بيها محافظة القاهرة وإن كان بعض البنيات في الشارع ما زالت بتنتمي إلى العهد الفاطمي ومنقوشة بنقوش إسلامية ومشربيات، وده اللي هنشوفه مع حضراتكم في جولتنا داخل شارع الأشراف. زي المبنى دوت اللي حضراتكم شايفينه يحمل الطراز الإسلامي والنقوش الإسلامية، عايز اقول لكم ان شارع الاشراف مليء بالمقامات وده اللي احنا هنشوفه ونرصده لحضراتكم داخل الشارع. واللي احنا شايفينه دوت قبة الأشرف خليل، قبة الأشرف خليل ابن السلطان قلاوون. ما زلنا داخل شارع آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، شارع الأشراف. أو بقيع مصر. الشارع بيجمع ما بين الطراز الحديث والطراز الإسلامي. زي ما حضراتكم شايفين كده زي ما قلنا ان الشارع به العديد من المقامات. مقام ابن سيرين صاحب كتاب تفسير الأحلام، سيدي عبد الغني عبد الله البالسي، ويرجع نسبه إلى آل البيت. أما لقب ابن سيرين فجاء نتيجة حبه الشديد لأمه السيدة سيرين أخت مارية القبطية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووالده حسان ابن ثابت شاعر الرسول. كما يوجد داخل شارع الأشراف مقام سيدي علي الجعفري رضي الله عنه، وهو ابن جعفر الصادق ابن سيدي محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن مولانا سيدنا الحسين، وبهذا يرجع نسبه إلى بيت علي ابن أبي طالب وشقيق السيدة عائشة. ومقام السيدة عاتكة رضي الله عنها، وهي بنت عمرو بن نفيل القرشي.
وإلى جانب المساجد والمقامات لآل البيت وأعلام صوفية، بيضم الشارع بين جانباته أيضا مجموعة من القبور مبهمة الأسماء وأضرحة أولياء ذهبت أسمائهم من فوق الحجارة. إحنا أمام مقام ابن سيرين. مقام سيدي محمد ابن سيرين مفسر الأحلام عبد الغني عبد الله البلسي من أهل التصوف. وهو المقام اللي بيتردد عليه الكثير داخل شارع الأشراف من المريدين والمحبي لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وزي ما وضحنا لحضراتكم ان الشارع داخل مرحلة التطوير، حيث بتقوم محافظة القاهرة بتطوير شارع الأشراف، وده بالتزامن مع تطوير المقامات وأضرحة آل البيت. طبعا تطوير العقارات المجاورة. وما زالت أعمال التطوير، ده تطوير مسجد السيدة رقية، ما زالت أعمال التطوير مستمرة حتى الآن. ما زلنا داخل شارع الأشراف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. التطوير طبعا بيشمل الأضرحة والمقامات والبيوت، أحد البيوت من الطراز الإسلامي اللي هي داخلة التطوير. Yeah.
عدى اللي مشى الخير. ده مسجد السيدة سكينة السيدة أمنة بنت الحسين ابن علي ابن علي ابن أبي طالب. ولدت سنة 47 هجريا، ولقب سكينة أطلق عليها لهدوئها وطول تأملها، وهي حفيدة لأهل البيت، جاءت إلى مصر وكانت فصيحة اللسان شاعرة، وكانت دائما الاعتزاز بنسبها. وكانت السيدة سكينة سيدة المجتمع الحجازي الأولى على أيامها، وقد اجتمع لها من المزايا والسجايا ما جعل لها مركزا عاليا مرموقا. مسجد السيدة سكينة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. مقام السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها. مشاهدي متابعي التلفزيون اليوم السابع، كنا معكم في جولة من شارع الأشراف بقيع مصر. هنا عاش آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي كل محب وكل عاشق لزيارة آل بيت الرسول. إحساس روحاني بيعيشه كل من جاء إلى شارع الأشراف لزيارة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مشاهدي متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، كنا معكم في جولة بشارع الأشراف. هنا عاش
آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا العديد من المقامات لآل البيت. مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع، أشكركم على حسن المتابعة، وانتظرونا في لايفات أخرى على مدار اليوم.